لو مت يا امي انا مش مسامحك. بتقطع من جوا انا عايز ابقى مامتي حتى ولا خليني معاك اقول لبابا خليني معاك. لا تقول لا راح مع ابوك وانا ماسكها من هنا كده تقول لا راح مع ابوك. ازاي ايدي سبتيني في اكتر وقت اللي كان اي طفل بيعمل عامله كان بيعملها وبيروح يستخبى في حضن امه. ايا كان يا لو بتعاقب مش بتعاقب والدي بتعاقبنا لحد 2014 دي كانت اخر نظره شفتها في عشان كده بقول لك انت لو مت والله مش مسامحك. انا خصيمك ليوم القيامه لحد ما اقف انا وانت قدام ربنا. 10 سنين بيدور على أمه ومش عارف يوصل لها، والغريبة بقى إن هي اللي رميته في الشارع وما يعرفش لحد دلوقتي هي عملت كده ليه. وآخر حاجة عملها طلع في فيديو قال أنا مش مبسوط وإنتي مش معايا يا أمي. ضيفنا النهاردة سيف صاحب الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار فضول الناس وتعاطف معاه بسبب إنه كان بيبكي في الفيديو. إحنا النهاردة معاه عشان نعرف تفاصيل الفيديو وإيه حكايته. إزيك يا سيف؟ الحمد لله تمام والله. خليني أبدأ معاك من النهاية، وليه طلعت عملت الفيديو ده؟ أسباب كتير من وأنا صغير، حاجات بتصير معايا مثلا، أسباب بكم نظرات زمايل ليا، تفاصيل مثلا عائلية مش مورتش معايا فطلعت مثلا بشكي فيها مثلا من اللي أنا شايفه. طب قولي أنت ساكن فين دلوقتي وسنك؟ احكيلي تفاصيل أكتر عنك. أنا من المحلة الكبرى، واحد ساعة جات من 22 سنة، قاعد مع والدي وليا أخت، أختي التانية برضو جنبي. بس احكي لي والدتك سابتك ازاي؟ ده بناء على الكلام اللي انت بتقوله في الفيديو انها رمتك، ده حصل ازاي او ليه انت طلعت عملت الفيديو ده؟ والله اسباب بينها وبين بابايا، اكيد كنت عندي 9 سنين مش عندي الخلفية الاسباب بالظبط، بس كل اللي انا شايفه دي اسباب بيني وبين بابايا، فاكيد مثلا كنت وصل لحل ان انت تبقي معايا على طول مثلا، مش شايف لا مبرر ان انا مثلا اتخذ بالذنب ده. طب لحد دلوقتي انت مش عارف توصل لها؟ فضلت مثلا 2011 لحد 2014 بروح لها مثلا عند البيت اللي هي قاعده فيه بتاع جدي، كانتش بتحاول تشوفني، كنت اشوف منها رد فعل مش يعني مش ابنها معنى صح. يعني انت حاولت انك تتواصل معاها؟ يعني حاولت كتير. من قد ايه مثلا؟ لاخر مره مكملش اسبوع حاولت ان انا اتواصل معاها وكلمت جدي قلت له انا عايز اوصل لمامتي، لقيته قال لي يا ابني مامتك مش عايزه تكلمك. نفس الاسلوب كده. خالتي برضه نفس الكلام باسلوب غير لطيف خالص، كاني مش منهم بمعنى صح. طب هل في خلاف حصل بينها وبين والدك ليك دخل فيه انها ما تشوفكش ولا هي بتعاقب والدك؟ ايا كان يا لو بتعاقب مش بتعاقب والدي بتعاقبني انا. دي لو حاجه بينها وبين بابايا انا مش ذنب حاجه اللي انا شايلها. كنت حاولت مثلا تشوف ابني، ابني كان بيقول لك انا محتاج لك، كنت بروح لك كده قدام البيت بالدموع ما كنتش بتقبل ان انت تشوفيني. علاقتك انت ووالدك كويسه ولا مضطربه؟ لا والله يعني تمام قوي قوي. ازاي ما بتعرفش انك تتكلم عن والدتك معاه؟ هو اصلا مش عارف يوصل لها، يعني هو اصلا يحاول وانا صغير يوصلني ليها اللي انا يعني في يعني في حاجات كده مثلا المفروض كنت امر بيها وانا صغير اصلا معاه، هو كان بيحاول يوصلني ليها ما كنتش عارف اوصل لها. هو شخصيا مش عارف يوصل لها. طب هي تزوجت ولا لسه؟ معرفش. ازاي وانت بتقول انك بتروح لها عند البيت و 2014 لحد ما قطعت اصلا ان انا احاول اوصل لها، كانت يعني ما كانتش متجوزه لحد بقى بعد الفتره دي معرفش عنها حاجه، معرفش بقى بعد عنها حاجه، هي الفتره دي ما كانتش متجوزه خالص. بتصرف ازاي دلوقتي يا سيف؟ ايه انا لحد دلوقتي اعتبر بابا برضه يشيلني الحمد لله، بس يعني بعيش نفسي يعني من شغلي برضه وكده. شغال ايه؟ انا رسام تاتو. رسام تاتو. انا شايفه ان في على ايدك تاتو، لابس سلسله، طريقه الشعر. في بعض التعليقات بتقول لما شافوا الفيديو بتاعك انه طريقه لبسك اسلوب عيشتك انه ممكن تكون انت مثلا عاق لوالدتك وانت اللي مش حابب، وانك بتعمل الفيديو ده لمجرد ترند. هو اكيد لو ترند مش هطلع اتكلم عن حاجه زي دي مثلا، انا عارف يبقى فين. إيه كانت ابسط ما فيها برضه لو بنحسبها بقى السوشيال ميديا، كانت 3 ردت عليها كمان بفيديو لو بنحسبها في السوشيال ميديا وكده، لكن انا من صغري كده وانا عشت كده بلبس بحب اميز نفسي بمعنى صح حتى لو كان بالوحش. تحب ايه؟ بحب اميز نفسي حتى لو كان بالوحش. قول لي اخر لقاء كان بينك وبين والدتك كان امتى وايه اللي تم فيه في اللحظه اللي هي سابتك فيها؟ كان مفيش اي حاجه، كنت في الشارع زي اي طفل بمعنى صح،
فبابايا ركب العربية الملاكي بتاعته وراح يحط بنزين، فرن على والدتي قال لها انزلي خدي فلوس هتجيبي عشاء وكده. كان الكلام ده كان يوم الجمعة، فاكره والله زي القعدة كده بمعنى صح، فاكر الموقف ده. فخد من بابايا فلوس راح يحط بنزين في العربية ولا رايح اقضي كام مشوار، تمام مفيش مشكلة. رجعنا ففضلت قاعد في الشارع برضه وكده، لقيتها بتناديلي، طلعت لقيتها محضرة شنط وكده، في احنا رايحين عند جدك، في طيب يا ماما احنا رايحين عند جدك، طب في يلا بس بقول بدون اي سبب؟ اي سبب ده اللي انا شايفه يعني، حتى ما كانش في اختلافات قبلها بكام يوم مثلا، راح عيشة طبيعية فجأة كده قالت همشي يعني، ولا كان في مشكلة قبلها حتى ولا زهي ولا اي حاجة. خدنا بعضنا ورحنا قعدنا عند جدي معاها، قعدنا في سكة مثلا اسبوعين ثلاثة كده. فبعدها لانها سابتنا طلعت سافرت مصر عند خالتها، وقعدت فجأة بيطمن علينا ان انا ما نعرفش عنها حاجة، انا واختي الصغيرة. فنزل استغرب فنزل لنا على طول، جالنا بالعربية فبيتكلم معاه كده، ولقيتهم قالوا ما نعرفش عنها حاجة وهي راحت فين. انا اتفاجئ بعدها بثلاث شهور انا عرفنا ان مامتي نزلت، فنزلنا على طول فاللي هو زيارة وكده. فقلت لبابا اقعد معاها، لقيتهم قال لي لا خليك معايا احسن، خليك انت واختك معايا احسن. فخدنا بعضنا قعدنا وكملنا زيارتنا وبعدين مشينا. اللي انا مثلا بتقطع من جوا، انا عايز ابقى مع مامتي حتى والله، خليني معاك، اقول لبابا خليني معاك، لا بتقول لا اروح مع ابوك، وانا ماسكها من هنا كده بتقول لا اروح مع ابوك زقايد. طب حاولت تتواصل معاها اخر مره كان ايه اللي تم بالظبط؟ اللي هو انا شفت فيديو ليك قبل العيد كنت بتقول فيه انك حابب تبقى معاها وحابب انك تعيد معاها. هو ايا كان حتى لو انا كنت حابب ان انا اكون معاها معنى صح، من كتر ما انا قابلها بس مش طايقها، مش حابب ان انا اقعد معاها، على قد ما انا بطلع اللي جوايا بس ما عملتش قبل ان انا مش عايز اشوفها. انت رحت قبل العيد صح؟ مين قبلك؟ كلمت جدي قال لي يا ابن امك مش عايز اتكلمك، بطل رن بقى. بس انت طلعت في العيد يعني بلاش تداري مشاعرك، انت طلعت في يعني عايز اشوفها بس مش قابلها، مش قابلها، زعلان منها، مش قابلها، زعلان منها. عشان هي فعلا لو انا شفتها دلوقتي مش هبقى مفكر ان انا اشوفها اصلا، مش اكني مش شايفها. ليه تشوفني فعلا خسارة عليها في يوم من الايام، ليه تفكر ليه تشوفني ولا على الايام اللي انا شفتها دي. ده من ورا قلبك علشان لا، والدموع دي ايه صعبان عليا نفسي بس مش اكتر، محتاج حنان الام ومحتاج حضنها زي ما قلت في الفيديو بالظبط اللي انت نزلته انك محتاجها ومحتاج انها تكون جنبك. فانا عايزاك توجه لها رسالة وما تكونش رسالة قاسية عشان هي اكيد هتشوفك، ف يعني يمكن انها تحب تشوفك او تتواصل معاك. مش يعني كل اللي انا عايز اشكره بس في حياتي بجد ان انا مش عارف اقول عليها غير اللي هي امي اللي شالتني من بعد ما هي سابتني. مين؟ مرات ابوك؟ اللي هي مامتي اللي هو طلقها اصلا دلوقتي. طلقها ولحد دلوقتي شايلاني رغم بابايا جاي عليها. بتروح لها وبتزورها؟ بس وانا جاي كنت عندها بتشيلني لحد دلوقتي لحد دلوقتي. يعني من 2011 صح؟ من 2011 لحد دلوقتي والدتك مفيش اي مرة شافتك فيها ولا تواصلت معك لحد 2014، دي كانت اخر نظرة شفتها فيها. لو حابب توجه رسالة لوالدتك اخيرة. انا حابب اشوفها وحابب اعرف هي فين بس مش اكتر يعني، لو هي خايفة من حاجة عايزة تواجهني بس مش اكتر. في النهاية سيف ده حالة من ضمن حالات كتير احنا بنشوفها وبنعيشها كل يوم. طب السؤال الأهم والكل بيسأله دلوقتي، هما ليه الأهل أصلاً بيعملوا كده؟ في حد بيرمي ضران في الشارع؟ أرجوكوا قبل ما تاخدوا قرار الخلفة لازم تكونوا عارفين إنها مسؤولية كبيرة جداً، عشان لما تيجي تربوا عيالكوا تكونوا مقدرين حجم المهمة دي. الاهتمام والرعاية بالطفل وهو صغير ده أساس إن احنا نبني إنسان سوي وناجح، لكن لو مش هنعرف نهتم بتربية ابننا وناخده في حضننا يبقى منخلفش، لأن نتيجة الإهمال ده بيطلع لينا إحنا أشخاص غير سوية وبتضر المجتمع. للأسف ده بيبقى بسبب أهليهم. بشكركم وأشوفكم على خير.